طبعا احنا خلصنا سلسلة توافق الزواج كاملة، هنبدأ في حاجة جديدة هتكون معانا تقريبا 9 حلقات او 10، يعني هما 9 لكن ممكن يزيدوا 10 بالحلقة اللي هتكون ردود على اسئلتكم. دلوقتي احنا هنعمل سلسلة اسباب طلاق الوجوه، كل وجه هنعمل له حلقة، هتكون طويلة شوية لكن ان شاء الله هتكون مفيدة. عايزك توقف لي الفيديو دلوقتي وتنزل تكتب لي اقتراحاتك بعد 10 حلقات الجايين هنتكلم عن ايه. عندنا كورس تعليمي كامل للفراسة، وعندنا كورس دمج الملامح كامل. نبدأ بأنهي واحد فيهم؟ انا بقول نبدأ بقراءة الوجه، تعليم قراءة الوجه الاول. هنعمل حاجة ممنهجة، هنكون جاية بالترتيب، كل حاجة عن الفراسة. هي هتاخد معانا وقت طويل لكن هي في الاول وفي الاخر مفيدة، لكن انا محتاج مساعدتكم، محتاج ان انتم تشيروا فيديوهات لاصحابكم، محتاج ان انتم تعرفوا قناتي لاصحابكم، بكده بكون العدد بيزيد بيديني طاقة اعلى ان انا استمر اكتر. تعالوا بقى هنتكلم النهاردة على سلسلة اسباب طلاق الوجوه. هنبدأ النهاردة بوجه واحد من وسط الثمان وجوه. هنبدأ بوجه واحد، أسباب طلاق الوجه. هنبدأ بوجه إيه؟ بالوجه الدائري. عندنا الوجه الدائري، الوجه الدائري طبعًا إحنا قلنا إن هو وجه اجتماعي. يعني إيه؟ يعني ما بيقدرش يعيش بعيد عن الناس، لازم يكون في قلب المجتمع. طيب الوجه ده اجتماعي، يقدر يتكلم مع فلان وعلان وتركان، ويقدر يتعامل مع اي حد. يعني ايه بيقدر يتعامل مع اي حد؟ يعني بيقدر يتكلم مع اي حد، كبير صغير، بيقدر يتفاهم مع الجميع، بيقدر يتماشى مع الجميع. ليه؟ لانه عنده خبرة اجتماعية غير الشخص الانطوائي، غير اي شخص تاني. تمام، نركز شوية علشان احنا دلوقتي هنتكلم عن مشاكل وبس. فعندنا احنا عايزين اسباب طلاق الوجه ده. الوجه ده لما يتجوز هيتطلق ليه؟ ايه الاسباب؟ هقول لك انا الاسباب دلوقتي. لو احنا عندنا الوجه الدائري، احنا هنجيبها واحدة واحدة وهنرسم الملامح جزء جزء، يعني هنمشي بالترتيب لحد ما نوصل لنهاية الجسم كامل. تمام، الوجه ده اول حاجة فيه تخلي الناس كلها تتضايق منه مع انه اجتماعي، ان هو كسلان. كسلان ليه؟ لان جسمه بيكون تقيل، جسم الوش المدور بيكون تقيل، مليان، قصير ومليان. طيب اللي هو ايه بقى؟ حدد لنا، عشان مش كل الوشوش دي كسلانة. لا، مش كل الوجوه دي كسلانة، احنا بنتكلم دلوقتي على مشاكل الوش بشكل عام. يعني لو عندنا واحد رقبته تخينة وقصيرة هيكون كده. أصبح هنا الشخص أبو رقبة تخينة وقصيرة ده شخص طماع. يعني إيه طماع؟ يعني شريك حياته مهما يديله مش هيكفي. يعني هنا ده سواء راجل أو ست بينطبق على الاثنين. ده كده يعني إيه؟ يعني طماع وعنده جشع. يعني مهما هياخد، هنا كده الرقبة تخينة وقصيرة، يعني الرقبة دي تخينة وقصيرة لازقة في الجسم نفسه. ده سبب طلاقه بيكون ايه؟ بيكون ان هو طماع وجشع. تمام كده، نفهم كويس علشان نعرف كل اسبابه. هتقول لي ايه طماع؟ انت بتفرض ان هو مع وجه مربع مع وجه مثلث. احكي لك ده كل دلوقتي، هحكيهولك. الحلقة هتكون طويلة شوية لكن مفيدة. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل سلسلة اسباب طلاق الوجوه. يعني الوش ده هيتطلق ليه؟ هيتطلق من علاقته ليه؟ تمام؟ احنا هنرسمها جزء جزء، بس هو الحلقة هتطول لكن هتبقى ايه؟ مفيدة. الرقبة دي كده لشخص جشع طماع، مهما ياخد من شريك حياته مش هيكفي. تمام كده؟ كده احنا عرفنا ايه السمة اللي هي بتاعت الرقبة التخينة. طيب احنا هنمسح بقى الرقبة التخينة،
ونيجي نعمل رقبة عادية اللي هي رقبة الشخص الحنين، هي تخينة وطويلة، هتكون تخينة وطويلة، تمام؟ هي مش تخينة، تمام كده؟ دي رقبة تخينة وطويلة، يعني ايه؟ يعني ده كده شخص متزن حنين، اصبح هنا الحنين اللي جواه طيب. طب ده هيتطلق امتى؟ هيتطلق لو شريك حياته عنده رقبة رفيعة او تخينة وقصيرة او طويلة. الرقبة الطويلة بتاعت شخص طماع، طماع وما عندوش رحمة لحد. رقبة طويلة، الطويلة عن الذي، بتلاقي الرقبة دي طويلة كده، رقبة طويلة جدا، يعني ايه؟ رقبة تبص تلاقي رقبة طويلة كده، باين ان هي طويلة زي رقبة الزرافة. الشخص ده بيكون يعني عنده ايه بقى؟ عنده الرغبة في ان هو يكون شخص دموي، يعني عادي عنده ان هو يقتل، يسرق، ينهب اي حاجة، ما عندوش ايه رحمة بحاجة لحد. طبعا لو هي مدعومة ببعض السمات، وده هنعملها في سلسلة لوحدها قدام عن اشكال الجشع واشكال الحب والرومانسية والحاجات دي كلها. احنا عملنا كام حلقة منها عدت، لكن احنا هنكملها، بس احنا عايزين نمشي بمنهجية شوية. طيب هنا هنعمل رقبة رفيعة، رقبة رفيعة دي يعني ايه؟ يعني الشخص ده عصبي، فهيتطلق ليه؟ هيتطلق بسبب عصبيته. يعني لو جه هنقول لكم دلوقتي مع الوشوش التانية لو عصبه هيعمل ايه مع مين ومين ومين. يعني لو جه الرقبة دي مع وجه اللي هو الدلو المقلوب، وده يتعصب، ده كده هيتطلق منه، سواء ده رقبته تخينة او رفيعة او اي كان، هيتطلق منه، مفيش كلام. الا اذا هنا ده عامل الوش ده واصبح الوش ده مازوخي، وهنشرح لكم كمان المازوخي يعني ايه قدام. طيب لو جينا احنا على الرقبة دي وقلنا ان هي هتكون رقبة عادية خالص، لا تخينة ولا قصيرة ولا رفيعة ولا عريضة ولا الكلام ده كله، هتبقى رقبة بتاعة شخص متزن. الرقبة الطويلة قوي دي بتاعة شخص ان هو مهما بيحب ياخد حاجة سواء بتاعته او مش بتاعته طالما بيرغب فيها. الرقبة الطويلة طالما الرقبة دي طويلة قوي، رقبة الزرافة، تلاقي ناس ليهم رقبة طويلة جدا، دول بقى يحبوا ياخدوا حاجات اللي هي مش بتاعتهم، حاجات مش حقهم، تمام كده؟ طيب احنا كده خلصنا من ايه؟ خلصنا من الرقبة. طيب هنيجي على ايه بقى؟ هنيجي على الشعر. هنعمل الودان كده اي حاجة لحد ما نشرح الشعر الاول. طيب الشعر هنا، لو هنا الشعر خشن او مجعد، اصبح الشخص ده مع انه دائم واجتماعي وعاطفي وبتأثر بكل حاجة، لكن هنا الشعر، هنا شعر الخشن او المجعد لوحده ممكن يتسبب في الخيانة، ممكن يتسبب في ان هو ما قدرش مشاعر غيره، الحاجات دي كلها، ان هو هنا شخص اصبح شخص اكثر صلابة. طبعا انت هنا ممكن اجيب لك بتوع جنوب افريقيا كلهم شبه بعض، وهتلاقي وشهم فيه المدور وفيه المجعد، لكن هم اكتر صلابه، وكلهم بيخشوا يصطادوا من الغابات و و و و، يعني عندهم اساسا قلبهم جامد، يعني قلبهم ان هو مش بيتاثر بمشاعر اي حاجه، يعني عادي عنده ان هو يصطاد حيوان وياكله صاحي برضه عادي، تمام؟ ده بالنسبه للشعر الخشن، يعني ايه؟ يعني ما عندوش رحمه باي حاجه، تمام؟ فهنا الشعر الخشن ده لما يتجوز واحد شعره ناعم، هيتجوز واحد شعره ناعم هيظلم ان شعره ناعم، فبالتالي لو شعر ناعم هيقول له ان هو هينفصل ومش قادر يكمل معاه وهيسيبه، تمام كده؟ طيب لو احنا قلنا الشعر السايح، ايه
لو جينا لقينا هنا كده ايه شعب سايح، شعر السايح يعني بتأثر بأي حاجة، يعني هنا لو شريك حياته شعره خشن عكس اللي احنا قلناه دلوقتي أصبح إن هنا حساس، لكن هنا بقى عايز إيه؟ عايز وقت العلاقة يكون عنده مشاعر وأحاسيس وحنين والكلام ده كله، وطبعاً لو شعر خشن عايز يركب وشقلب وقلب ويلا يا معلم خلصنا، فده مش هياكل معاه الكلام ده، فده هيعيش سنة اتنين لو دعمنا الوش بحاجة، يعني الفك من هنا من النهايات، الفك من هنا كده من النهاية مش من هنا، لا مش من هنا من النهاية عريض شوية، أصبح إن هنا ده هيتطلق بعد 3 أو 4 شهور تمام؟ مش هيكمل كتير، لو شعر ناعم وفك نهاية الفك عريضة اللي هي في حلقة النرجسي اللي لو عايز تعرف النرجسي هتلاقيها، فهنا ده كده يحب السيطرة، ده بيعمل ده وجه دائري، وانت قلت ان الوجه الدائري ثقة قليلة بنفسه مش عارف ايه والكلام ده كله، ما احنا بندعم اهو بندعم صفات، يعني عندنا الفك العريض، الفك العريض اللي من هنا ده بندعمه، بندعم دي شخصيته عنيدة وقوي والكلام ده كله، فهنا كده مش هيتحمل ابو شعر خشن، فبالتالي ان هو هيتطلق. تمام كده؟ طيب لو لقينا هنا نفس الشخص الدائري، لو لقينا الشخص ده جبهة بتاعته دائرية كده تمام، وجينا هنا كده ده الدماغ اهي، لو جينا لقينا الشكل ده دائري ده مش سهل ان هو يبيع صحابه او يبيع شريك حياته، يعني ده كده هيتحمل اكتر، يعني لو هو شعره ناعم شعره خشن الكلام ده كله هو هيتحمل اكتر بسبب الدوران اللي هنا تمام. طيب لو لقينا هنا كده شعر من هنا، احنا خلصنا من الشعر نفسه، لو لقينا الشعر هنا جاي كده ده كده في شعر والجبهه اصبحت الجبهه ايه ضيقه، اصبح الجبهه دي اصبح الشعر جاي كده فاصبح الجبهه هنا ضيقه، يعني ايه؟ يعني كده شخص متعجل، لو جه مع شخص اللي هو جبهه مختلفه عن ده هيتعصب على التاني، يعني ده مستعجل انا عايز اخلص حلو ووحش انا عايز اخلص تمام. طبعا عشان يبقى ايه شغله حلو لازم يكون عيونه غائره ومقتربه من بعض، فكده يبقى شعره ان هو كده متعجل لكن دقيق، يعني متعجل لكن دقيق. طيب يعني الجبهه ممكن تخلينا نختلف في الجواز، نختلف في الجواز مهما كان شكل الوجه، مهما كان شكل الوجه احنا عملنا سلسله التوافق، وقلنا سلسله التوافق التحليل اللي انا قلته ممكن يصفي معاك تقريبا 30% او 40% في سلسلة التوافق اللي خلصت، عندنا تقريبا 40 حلقة في سلسلة التوافق ولسه مكملين معاكم فيما بعد، يعني لو في حد عايز يعمل توافق بنعمله له عادي مفيش اي مشكلة معانا، فاحنا اي حد من المتابعين عايز يعمل سلسلة التوافق بس يعني ايه لو هيحلل كده ماشي، لو هيعمل سلسلة توافق ماشي، لكن ايه يعني ايه قللوا معايا، الطلبات بتبقى كتير عليا فما بقدرش ان انا اكمل مع كل المتابعين، يعني لو جه واحد اتاخرت عليه شويه بس انا كده هرد عليه، يعني بس هو يفكرني يعني يبعت لي اي حاجه يفكرني ان هو عايز حاجه مني، علشان انا ممكن من كتر الرسائل بنسى الحاجات دي كلها. طيب ايه كمان يقدر يقول لنا ان الوجه ده ممكن يتطلق بسبب اي حاجه بقى في وشه؟ يعني احنا قلنا هنا لو الجبهه دي جايه كده والتاني هيبقى اي وجه تاني بقى مش شرط الوجه المدور او المربع، لقينا الجبهه دي مثلا جبهه جايه كده في الوش، الجبهه جايه منبت الشعر نفسه، منبت الشعر جاي كده يعني مفتوح من هنا كده، هتلاقي دي طالعه ايه؟ طالعه من هنا كده، طالعه كده، اصبح ان هو هنا كده
عايز يدعم ان هو ايه يبقى شغله افضل، ان هو هيطور من شغله. طيب لو لقينا هنا كده في حرف قلب هنا كده، لو لقينا هنا منبت الشعر عامل كده، ده الوش اهو وده منبت الشعر عامل قلب، اصبح ان هنا كده ده ابداع، ده بيدور على الابداع، لان في ابداعي اللي هو حرف الام اللي هو جاي كده هتلاقيه مرفوع شويه، حرف الام عامل حرف ام، ده ابداع من فتره. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي هيصممها من الاول هتطلع مختلفه. اما اللي هو جاي قلب ده كده بيكون بيدور على الابداع. يعني ايه؟ يعني ان هو بيدور على حاجه ان هو يبقى عامل حاجه مختلفه. يعني ايه؟ يعني هو مش متطور، هو بيدور على التطوير. يعني ده بمعدل الجبهه اللي هي طالعه كده، تمام كده. فهنا ده مش موضوعنا، ده هنشرحه فيما بعد، بعدين لما نشرحه بصور غير الشرح اللي احنا بنعمله. طب لو احنا جينا هنا كده، ده اخذ جبهه ثانيه من اللي هو ايه الجبهه اللي هي طالعه لقدام، فاصبح ده مش هيتحمل الثاني، مش هيتحمل ابو جبهه طالعه لقدام، وابو جبهه طالعه لقدام كمان مش هيتحمل ده. ليه؟ ده مستعجل قوي قوي قوي، والتاني بطيء جدا جدا جدا، فكده مش هينفع معاه، تمام؟ عندنا بقى هنا الوجه ده احنا قلنا اجتماعي و و و والكلام ده كله. طب ايه تاني ممكن يسبب لنا خلافات؟ لو لقينا الحاجب رفيع هنا كده، رفيع تمام؟ اصبح ان الشخص ده ما بيحبش العلاقات. لو الحاجب رفيع اصبح ما بيحبش العلاقات. طب رفيع والمسافه بينه بعيده، يعني ما بيحبش العلاقات وما عندوش خصوصيه ومش مهتم. يعني ايه مش مهتم؟ يعني الخصوصيه عنده طايره، يعني عادي ان هو يلاقي جوزه ويخونه ويقعد عادي، يبقى عارف العيون هنا كده الحواجب هتبقى بعيده كده، هيبقى عارف ان 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 الست دي جوزها بخونها، او الراجل ده مراته بتخونه، وبيقعد وعارف وكل حاجه، وهنا وعادي جدا عنده ان هو اي حد يقول له مراتك بتمشي في الشمال او جوزك بيمشي في الشمال، وده يقول ايه كبر دماغك ما تشغلش دماغك انا عارف، تمام. او هو يقول له ما تشغلش دماغك انا عارف، تمام. ليه بقى؟ لان هنا مفيش خصوصيه، تمام. فلو الشريك يعني ده عادي خالص الواحد يكلمه ويبقى صديق ليه ويصاحب عليه ويعمل معاه علاقه، سواء راجل او سواء ست. فهنا بقى هنا دي كارثه، ان هنا مفيش خصوصيه، فاصبح ان هو ايه عادي جدا. فلو شريك الحياه عنده العيون الحواجب قريبه من بعض، ده بيحب التملك، ده ما بيحبش التملك، ومفكر ان الناس كلها تشبهه، فهنا كده بيبقى الشكل ده انتوا فاهميني ولا لا؟ انا بتكلم على مسافه الحاجب بين الحاجب واخوه، حواجب دي بين الحاجب والحاجب مسافه بعيده، ده عادي جدا عادي جدا ان هو ياخد مراته ويروح حفله ويعمل علاقات جماعيه. يعني ايه؟ يعني جنس جماعي، وبدل مراته مع اشخاص تانية عادي جدا 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 لو هي موافقه. خلاص عرفت خطوره الحواجب البعيد قوي ايه؟ خطوره الحواجب البعيده قوي. يعني عادي جدا ان هو ياخد مراته يديها لواحد وتبدل مراته معاه، علشان ايه؟ علشان هو شايف ان ده حاجه لذيذه وهنبدل عشان المتعه اكتر. حاجه خطيره جدا جدا ومرفوضه في كل المجتمعات عامه، تمام. طيب لو لقينا الحاجب ده كده، احنا عرفنا سبب الخلاف هنا بين الوش ده والشريك حياته، ان ده ما عندوش خصوصيه، ان ده عادي جدا لما يبقى انتوا كلكم بتبقوا شايفين وعارفين واحده ست طالعه بقميص النوم من البلكونه وطالعه واقفه وعادي خالص، ما فيش مش مندهشه باي حاجه، وابن الجيران عمال يقول لها هاي يا طنط، وجوز جارتها عمال يقول لها صباح الخير يا هانم، وعمالين يتمتعوا بجسمها وهي هنا
مش مدركه ان هي بتعمل حاجه غلط، لا ده هي كده عادي، عندها عادي تمام. ولو راجل برضه نفس الحكايه، يطلع من غير ملابس ويقف في البلكونه عادي ومش عارف ايه والكلام ده كله زباله، واللي بيعملوه ناس زباله. فمش معنى ان احنا ما عندناش خصوصيه ان نبقى كرما، ما هو الكرم ده لو توفر على ده حاجات في الوش اصبح ان احنا بنقول الكرم بتاعه لدرجه ان هو هيطلع مراته تنام مع ناس صحابه. شوفوا الكرم وصل لدرجه ايه. ده اهم حاجه في الوشوش اللي هي بتعمل تبادل في العلاقات، المسافه دي تمام. فهنا الحاجه الرفيع ما بيحبش العلاقات، فبالتالي هيطلع عشان ما فيش، ما عندوش حب العلاقات. الوجه اللي هو حواجب بعيد عن بعضها وبيحب العلاقات، فهيطلع عادي خالص في البلكونه بهدومه، مفيش مشكله خالص، ما عندوش اي خصوصيه ولا اي شيء. ولو ست هتخلي جوزها رقبته زي السمسمه وهيتشرد وهيبقى حاجه كده كارثيه وهي مش مقدره ده كله. طيب لو جينا وقلنا الحاجب ده هيبقى تخين قوي، ده حاجب يمين تخين قوي وجاي على شكل قوس نص دايره، اصبح هنا ان الوش ده خاين، هيتوفر معانا الشفاف. لكن هنا لحد دلوقتي هنا كده محب للعلاقات، لكن هنا محب للعلاقات مع الجبهه اللي هي ضيقه من فوق. لو توفر معانا الجبهه اللي احنا سيبناها هنا دي كده تمام، احنا هنبقى في الوجوه الثانيه هنبقى نغير حاجات يعني ده هنعمله الجبهه دي ونشرح عليه زي ايه، زي عمليه دمج. هنا كده ده وده الحاجب ده كده بيبقى عنده قوه جنسيه مهوله، فهنا بيبقى اسباب الطلاق حتى لو كانت الشفايف كبيره، حتى لو الشفايف كبيره. طيب اسباب طلاق الحاجب العريض ده ايه؟ الحاجب العريض ده بيعمل العلاقه، احنا يا جماعه بنعمل كل الحاجات على العلاقه، العلاقه دي رقم واحد في سلسله التوافق، لان اساسا احنا بنتجوز عشان علاقه، مش بنتجوز عشان اكل وشرب وغسيل هدوم والكلام ده تمام، عشان نبقى مركزين يعني. عشان انا كان سالنا قبل كده بعض الاشخاص بيقول لك انت ليه مدخل العلاقه في كل حاجه؟ لان اساسا التوافق كله في العلاقه عندنا، علشان نكون صريحين جدا وجايبين لك من النهايه، من النهايه يا معلم، النهايه الخلاصه بتاعت الدنيا كلها اللي هي ايه؟ تعالى وانا اقول لك. هنا كده هنقول ان دي ست تمام؟ الست دي عندها قوة جنسية رهيبة تمام؟ أصبح إن احنا هنا الحاجب اللي جاي ده بيتعامل بطريقة بهيمية. يعني إيه بهيمية؟ لو هو مقوس، مع ان هنا هو المفروض ان هو رومانسي، لكن عادي في رومانسي ومازوخي، هنلاقي ده القوه الجنسيه عنده مرتفعه جدا، فلما يجي يعمل علاقه فهتلاقي ده عنيف، بيتعامل كحيوان. يعني ايه حيوان؟ يعني هنا في حاجه عايز اقولها لك، علشان في ستات كتير بتتحرج تقولها لجوزها. هنا الست دي لما بتعمل علاقه، مش دي بالاخص، اي ست عموما، لان العلاقات كلها شبه بعض. لما يجوا يعملوا علاقه الراجل، لا هو مش هيتقال عليه راجل دلوقتي، هنقول للذكر، الذكر بيخلص وقوم سايب مراته وقايم. يعني ايه؟ يعني المفروض هنا بيحصل عملية في عملية اللي هي بتاعت القذف اللي هي النهائية، طبعا بيكون ايه في القذف الدنيا كلها راكبة. فهنا بقى احنا بعد ما نخلص قذف كرجال، اما هنا الذكور بيقوم جاي ايه خالع وخلص وقوم، هي بقى كده لسه، لان هي بتتأخر شوية لما بتخلص، لما بتخلص شهوتها هي بتكون عايزة القضيب.
القضيب بيكون في المهبل لمده مثلا من 3 لـ7 دقائق تقريبا، يعني هنعمل متوسط 5 دقائق لحد ما هي تشعر بالتشبع وهي هتطلب منك تبعد لوحدها. فانت هنا ما تبعدش غير لما هي تقول. طبعا معظم المتابعين ستات والرجاله مش هتسمع الحلقه دي، يعني فوصلوها للرجاله، يعني اللي مكسوف انا اقول له، يعني لو في ست مكسوفه انا اقول بدالك، انا بقول دلوقتي بدالك ان انت مش مستمتعه علشان هو بيستعمل معامله ذكوريه وليس معامله رجل، لان الرجل عنده حسيس وعنده مشاعر وعواطف ورومانسيه، اما الذكر فهو يستخدم قوه جسمانيه فقط لا غير، اي انه يشبه نفسه بالحيوانات. فهنا لازم نركز على النقطه دي. طيب احنا قلنا ان الحاجب التخين ده هيتطلق بسبب ايه؟ بسبب الخيانه. ليه؟ لان هو عايز علاقات تشيل البق ده دلوقتي. هنا ده عايز علاقات كتير جدا، فشريكه لو هو مش هيتحمله، يعني الشريك مش هيتحمل ده في العلاقات، يعني لو هنا دي ست، لو الراجل مش قادر يسد مع دي اصبح دي هتطلع تجيب من بره، فكده هيبقى سبب الخيانه عندها. دي الوجه ده اساسا اجتماعي بيحب ينخلط بالناس، فان هو يصطاد اي راجل فبيبقى الموضوع عنده سهل جدا. طيب انت بتقول لي هنا دلوقتي لو الحاجب رفيع هيتطلق بقله العلاقات. طيب ده عنده علاقات كتير اهو، يعني ايه؟ يعني ده فايض اهو، هيتطلق ليه؟ ما هيكون شريكه برضه قليل العلاقات، فبالتالي هنا ده مش هيتوافق معاه، فده هيكون سبب طلاقه. تمام؟ هي كل الوجوه كده. طيب عايزين بقى نعمل حاجه من الوش نفسه، يعني هنا الوش هنا مدور، يعني ايه مدور؟ يعني الوش ده اجتماعي عاطفي، يجي اي واحد يتكلم معاه يلاقيه ممكن يعيط بسرعه، فطبعا هيبقى هنا لو احنا عملناه مع وشوش قاسيه اصبح ان هنا ده هيتهان ويبقى بيطلب ان هو ينفصل من العلاقه بسبب الضغوط اللي بتبقى مثلا من الوجه المعين، الوجه المعين بيكون سافل فمش هيقدر ده يتحمله. ليه بقى؟ ده لسانه قد لسانه بده قطعه، الوجه ده لسانه بده قطعه. ليه؟ لان هو بيشتم دايما، بيعمل مشاكل من غير مشاكل. طيب ادي وش احنا كده، ده مش هيمشي معاه بكل الطرق لو هو مهما كان ايه هو. عندنا كمان الوش اللي هو المربع، الوش المربع كمان بيكون مش عنده عواطف، او ان اي واحد شعره خشن بيكون تقريبا شبه المربع برضه ما عندهوش عواطف، المثلث ديكتاتوري. فهنا لازم مثلا نبقى عندنا حاجات تدعم الوش نفسه ان هو يمشي مع الوش التاني. واحده وضحنا ده كله في الحلقات بتاعه سلسله التوافق. طيب احنا هنعمل الوش ده على درجته خالص، اللي هو ايه؟ اللي هو وش مدور، وش مدور والحواجب اللي هي الرومانسيه والعاطفيه والكلام ده كله، والجبهه المتوسطه، عشان يبقى احنا بنتكلم على الوش المدور بشكل كبير. الوش المدور فيه السمه دي كده تقريبا بنسبه 70% 80%. طيب عندنا بقى هنا لو الوجه ده احنا قلنا اجتماعي فهنلاقي عنده الاذن وسط. طيب لو لقينا الاذن هنا صغيره ما بيسمعش كلام من حد، يعني ايه؟ يعني الست دي لما جوزها يقول لها اعمل لنا اكل النهارده وليكن فراخ، هي بقى ملهاش مزاج تاكل فراخ، ما بتسمعش كلام، هي ودنها صغيره كده، يعني ايه؟ يعني ما بتسمعش كلام من حد، يعني قررها من نفسها. وهنلاقي دايما بيربط معاها الانف العريضه، الانف العريض بيبقى مع الاذن دي،
ليه؟ لان هو دايما كده قراره من دماغه، فمش عايز ياخد راي حد وما يسمعش من كلام من حد. طيب احنا قلنا هنسيبه على طبيعته ونكمل. من الطبيعه جدا جدا ان الوجه ده عيونه ايه؟ كبيره. الوجه ده عيونه معظمها كبيره ومدوره. يعني ايه؟ يعني هنا وجه مدور، عيون مدوره، حواجب مدوره، كل حاجه في الوجه ده هتلاقيها مدوره، الدقن مدوره، جبهه مدوره، الاذن نفسها هتلاقي الاذن مدوره. تمام؟ يعني ايه المدور ده كله؟ كل الدوائر دي ايه؟ الدوائر دي كلها كده ان هي بتحب الموسيقى، بتحب العواطف، رومانسي عاطفي، حنين، كل الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الحاجات المدوره. اي حاجه دائريه في الوش احسبها على طول تبع اللي هي ايه؟ الحنيه والمشاعر والعواطف والحب والحاجات دي كلها، اي حاجه مدوره. طيب هنا بقى العيون المدوره دي بتزعل من ايه؟ بتزعل من تحمل المسؤوليه. يعني ايه من تحمل المسؤوليه؟ يعني الست دي لو انت جبتها في بيت وقعدت وسط عيله هنا مش هتقدر تتحمل. هي عايزه ايه؟ عايزه لو قلنا 1000 مقعر تبقى هي عايزه تاخد اوامر تعمل اللي هي تعمله، لكن مش هتعمله بشكل كويس، فده كله هيتضرر من الشكل ده، لان العين كبيره يعني مش مهتم، ما بيهتمش. يعني ايه ما بيهتمش؟ يعني مش هيتقن في اي حاجه هيعملها. يعني الست دي لما تيجي في عيله تطبخ، لو عملنا رز مثلا هتطلع مره الرز مستوي ومره الرز معجون ومره الرز ني، وهتمشي طول حياتها بالشكل ده. ليه بقى؟ لان هي مش مركزه ان هي هتحط ميه قد ايه كل مره على كميه رز قد ايه. يعني لو زادت معلقتين رز هنا هتتلخبط، لو نقصت معلقتين رز كده هتتلخبط، فبالتالي هي مش مركزه اصلا، لان الوجه ده ما بيركزش خالص. يعني هو عايز الحاجه اللي تحصل دلوقتي وخلصنا منها ما نرجعش ليها. العيون الكبيره دي خلصنا حاجه ومش راجعين ليها وخلاص. حتى هنلاقي الوجه ده دايما مبسوط وسعيد ومش شايل هم ومش فارق مع اي حاجه في الدنيا، الوجه المدور. طيب هنا الانف المحدبه دي عايزه ايه؟ احنا قلنا من شويه لو الحواجب بعيده، طب احنا هنعمل تاني الحواجب اللي هي بعيده، تمام، وعيون واسعه وانف محدبه. هنا بقى الوجه ده ايه؟ استنى بقى هنزود كمان حاجه، هندي شفايف كبيره كده. ده مين؟ ده الوجه اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو عادي جدا لو الست دي جوزها خدها وراح حفله بتاعت سكس جماعي، من الاخر ده هيروح بقى في مجموعه ناس بيعملوا تبادل زوجات والحاجات دي. لو احنا دورنا في صور تبادل الزوجات في العلاقات الحميمه هنلاقي وجوه اللي بتبدل كلها شبه دي، وبالاخص الستات. الراجل طبعا كده او كده هو مش فارق معاه حاجه، فاي وش في الراجل ممكن يمشي معاه الموضوع ده. يعني لو هو معاه سمه او اثنين او ثلاثه من الشكل ده كده ممكن يبدل عادي. دي هتبدل عادي جدا. ليه؟ لان هنا هي مش فارق معاها اي خصوصيه، مش فارق معاها اي حاجه، هي كده. ليه بقى؟ لان هنا الانف المحدب، الانف المقعد ده هنلاقيه في وشوش الخدامين. يعني ايه وشوش الخدامين؟ يعني الوشوش اللي هي تحب الاوامر وتحب تنفذ الاوامر وتحب تخدم الناس. يعني هنا وكمان شفايف مليانه تبقى هنا شخص كريم. فبالتالي الشخص ده كده لما يجي يعمل تبادل، هنا عنده تبادل عادي. هنا ممكن بقى السمات دي لو هي موجوده مع واحد تاني، مع راجل سماته راجل عادي، فطبعا ده هيتطلق، لان هو هنا بيتعامل العين الكبيره بالله مبالاه، هنا مفيش خصوصيه، هنا بيخدم اي حد يديله اوامر، هنا كريم بيعطي اي حد اللي هو عايزه، ان شاء الله يكون حتى علاقه. يعني الكرم
الكرم بيوصل هنا لدرجة العلاقة. ليه؟ لأن مفيش خصوصية. احنا قلنا لازم نربط كل حاجة ببعضيها. طيب، يعني ده كده. احنا نرجع بقى لحد ايه اولنا اللي هو العيون، ونسيب اللي احنا قلناه ده. العيون دي لو هتطلق هتطلق بسبب ايه؟ بسبب ان هي هنا مش هتكون متحملة للمسؤولية، فبالتالي ان هنا شريك الحياة هينفصل سواء راجل او سواء ست. هنخليه من غير شعر خالص عشان يبقى يمشي راجل وست. طيب، لو العينين هنا بقى، دي العين الاصليه بتاعته، لو العين هنا بقى اللي هي الطويله الضيقه، طويله وضيقه، يعني ايه؟ يعني هتلاقي عندك الجفن من تحت مستقيم. مستقيم يعني ايه؟ يعني ما عندوش مشاعر وعواطف، ما عندوش بلا مشاعر ولا عواطف. هنلاقي كمان بيربط معانا هنا الحاجب اللي هو بزاوية، هتلاقي الحاجب طالع كده وطالع كده، هتلاقي الحاجب ده مربوط بالعين دي، سواء راجل سواء ست طالما في الوجه ده هتلاقي ده مربوط بده. ليه؟ لان هنا كده مفيش عواطف، مفيش مجاملات، مفيش الكلام ده، وده نادرا جدا، ده بيدي المشاعر بتاعته للي يستحق بس. حتى لو علاقة محرمة ما بيديهاش برضو الا اللي يستحقها وبس. طيب، هنا ده سبب طلاقها هو ايه؟ سبب طلاق ده هيبقى ايه؟ هنا الحاجب ابو زاويه ده عنده حديه في الكلام وعنده جديه، يعني ما بيعرفش يميز بين الهزار والجد. يعني ايه؟ يعني هيتطلق لو هو مع واحد حاجبه مثلا عريض، او حاجبه مستقيم، او حاجبه ان هو هيكون مدور، لان المدور هيبقى حساس، لان اي حاجه مدوره ده شخص صاحبها حساس، لان العاطفه عنده زايده، فبالتالي ان هو ايه هيتاثر باي حاجه. هنا ده الوجه ده كده غضوب، فهو هيتطلق من شريك حياته، لان شريك حياته مش بيتحمله، وهنا شريك حياته مش فاهمه، اصبح الزاويه اللي هنا دي هتخليه غضوب، ممكن يتطلق بسبب الغضب اللي هو عنده، بسبب ان هو ما بيدركش بين الجد والهزار، فهنا بتبقى كارثه. فلازم يا جماعه لما يبقى شريك الحياه دي حاجه احنا نقدر نتخلص منها عادي، لان في كتير جدا عندهم الزاويه وعايشين كويس طالما هم عارفوا ان هم بيغضبوا بسرعه فبيتعالجوا. نرجع للحاجب اللي هو بتاعنا والعين بتاعتنا. هنا ده شكل الوجه الطبيعي، يعني اكبر نسبه من الوجه بيبقى عيون كبيره وعيون مدوره، لان في الوجه المدور بنلاقي الوجه كله مدور، كل حاجه فيه مدوره. يعني هنا الاذن دي لو مدوره كده اصبح ان ده بيحب الموسيقى، بيحب الرقص، بيحب الغنى، بيحب يسمع النغمات، الحاجات دي. طيب لو لقينا هنا بقى الاذن هنا كده كبيره كبيره، فاكرين احنا قلنا الاذن الكبيره دي بتاعت مين؟ فاكرينها؟ طيب هنا بقى سبب الطلاق ايه؟ ان الولد ده او الست دي كل كلمه هيسمعها هيروح يقولها لامه، تمام؟ فاحنا هنا يا جماعه الست اللي تتجوز راجل ودانه كبيره تقعد تقول له وتعيد له وتسمع منه وتاخد الكلام منه وتقوله تاني والكلام ده، بس اوعي 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 تقولي ماما عملت فيا كذا كده، هينزل يقول يا ماما انت بتشتمي مراتي ليه؟ طبعا في الاول وفي الاخر مين اللي خسران؟ انت.
مش ماما. حتى لو هو بيموت فيكي في الاخر هو هيقف مع امه مش هيقف معاك انت. فهنا هتتعامل مع الاذن الكبيره دي ازاي؟ دي نسمع منها ونقول كلام حلو وجميل على ماما، لان انت لو قاعده في بيت عيله وماما هنا بتاعت الواد ده حتى في دماغها حاجه ليكي، اوعي تشتكي، اوعي تشتكي وتقول له ماما قالت. لا، قولوا له انا بحب ماما قوي. نفقي عادي، ما طالما انت عايزاه لازم تضحي. انت عايزه جوزك لازم تضحي. والوجه الدائري بالاخص مع الاذن الكبيره ده بيكون خطر، لانه ممكن في ثانيه يطلقك. فهنا ازاي هنحافظ على علاقتنا مع الشخص ده عشان ما نتطلقش منه؟ ان احنا هنيجي بقى معلم ونقول له ايه؟ ماما حلوه، يقوم جاي داخل على طول على الدماغ، هيجي بقى عشان يطلع يقول يا ماما مراتي بتقول عليكي ماما حلوه، ماما سكر، يجي على طول يطلع ينزل لماما سياد، هيسيبك وينزل مخصوص عشان يقول لها ده مراتي بتحبك قوي، تمام؟ فمن هنا كده بقى حماتك هتحبك، ليه؟ لان هو وصل لها ان انت بتحبيها، لو انت حتى مولعه نار منها، المهم ان انت كل كلمه تقوليها تقول له ماما حلوه، ماما عسل، ماما سكر. هنا بقى ماما هتيجي، انت لو ضايقت ماما تحت وجت قالت له انت تسمعي منه وتقولي يا حبيبي لا ده في سوء تفاهم، ده انا قصدي كذا 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 كذا، وتقلب الموضوع، بس انت تكوني مفننه هتقولي له ايه؟ علشان هو عارف اول ما ماما هتيجي هو بيحب يسمع كلام ماما. اول ما هيوصل البيت هيقوم حاطط ودنه لماما، عامله ايه يا ماما؟ هتقول لك الحقني مراتك مطلعه ميتين امي اللي خلفوني. فهنا اوتوماتيك كده انت تبرمج دماغك مع الشخص ده ان انت تيجي تعب في ودنه، تعب في ودنه، تعب في ودنه، ودنه دي اتملت، عادي قولي كمان، قولي 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 قولي، خلي دماغه دي ترقص من جوه بحفلات السعادة، ماما جميلة، ماما حلوة، ماما سكر، ماما كانت بتعمل لي كذا النهاردة وأنا مبسوطة وأنا سعيدة، ده أنا محظوظة إن حماتي اللي هي أمك اللي أنت أساساً مولعة نار وعايزة تنزلي تولعي فيها أو تحرقيها وهي صاحية. طبعاً الكلام ده كله هنا الأمور ده لو ودانه كده هيعمل إيه؟ لو هو بيعمل علاقة هو مستعجل عايز ينزل يقول لامه ان انت بتحبيها، فهو هنا مصمم ومجهز لان هو يسمع 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 يسمع، هيبقى بقى ايه مع الاذن دي تلقائيا بيتربط معاها ايه؟ شفايف كبيره كبيره، شفايف دي من هنا كبيره، وشوف بص ركز معايا في الحته دي، هنا كده في ايه؟ في حواف الشفايف من فوق في اللي هو مكان تحديد الألم، لما بتيجي الألم اللي هو هنيجي بنحط ميك اب ونمسك الألم نحدد حوالين رسم الشفايف هنلاقي فيه تحديدة فوق، التحديدة دي لو ظاهرة في وش أي شخص، في أي شخص ظاهرة ومرفوعة سنة، يعني الحواف دي هنا كده معمولة كده فيها حرف، الحرف هنا بين الجلد والشفايف ظاهر وملفوف، ده عايز توصل رسالة لأي كائن على الكوكب قول له قول له، وهو على طول هيكون جاي موصل الرسالة زي ما أنت عايز. يعني إيه؟ يعني هينقل الكلام، هتلاقيها موجودة مع مين؟ مع الأذن دي. يبقى أذن مصممة ومجهزة لأن هي تتصنت، إن هي إيه؟ تتصنت وتتجسس على الاخرين من اجل ان هي تطلع تفتن فتان. فهنا يفتن ويطلع يقول يا ماما الحقي مراتي بتقول عليك ان انت سكر، فهنا ماما هتحبك على طول. طيب وانت يا عم لو انت هنا دي ست بنفس الشكل ده، الراجل يستخدم معاها نفس الطريقه بالظبط. طبعا هنا لو الانف دي مقعرة هنا بيكون الكوارث اكتر.
اكتر. ليه؟ لان انا بحب يخدم. لو جه واحد قال للراجل ده عرف لي مراتك، شوف بقى، شوف الخيانه لدرجه ايه، شوف الخيانه لدرجه ايه، عرف لي مراتك بتحبني ولا تكرهني، يقوم يروح هذا البخل يروح عند امه عند مراته ويقول لها ايه رايك في فلان، وممكن يكون هو ماسك التليفون في ايده وفاتح الصوت. شفت الحقاره بتوصل مع هذا الوجه لايه؟ لان هو يفتح ميكروفون، يفتح الصوت ويتصل اتصال علشان يقول له مراتي هتقول رايها على هوا مباشره. يعني كده الشخص ده لو الودن بتاعته كبيره، هنا بقى امتى بقى نقول ان الودن دي تعمل كوارث؟ طبعا هي احنا الاذن هنا نهايتها فين؟ نهايتها اعلى. يعني ايه؟ يعني مش هيكون متعجل ان هو عايز ينقل الكلام وبس، لا ده عايز ينقل الكلام مباشر وفي اقرب وقت ودلوقتي. يعني عايز انا دلوقتي هقعد مع واحد عنده اذن كبيره زي ده وشفايف كبيره زي دي، هو كده اصبح ان هو قاعد عايز ينقل الكلام للشخص اللي انا بتكلم عليه. هيجي يقول لي مصطفى ايه رايك في محمد؟ هو اقول له محمد كذا وكذا 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 وكذا، بيعمل ايه هو بقى اللي ودنه كبيره ده؟ يعني ايه هو يعملها مع كله، يعملها مع مراته مع اخوه مع صاحبه مع اي حد. ليه؟ لان هو اساسا هو مفكر كده ان هو دي ميزه عنده ان هو بينقل الكلام. يعني هو هنا بيكون شغال عصفوره، بياخد الكلام من هنا وينقله اليمة التانية. فبيجي ممكن انا اعرف واحد عنده الاذن دي كده والشفايف دي، عمل ايه؟ جه قعد في قعده المفروض ان هما جايين يتكلموا على شخص اخطا، فالشخص اللي اخطا ده مش موجود. فالمهم هنا بقى لما ده واصحابه قاعدين وبتاع هما عايزين يقولوا بقى كل الكلام، قام جه قام فاتح فيسبوك وقام جاي فتح له الكاميرا، واصبح ان التصوير صوت وصوره مباشر وينقل الحدث الموجود كله. مين هو؟ ابو اذن ايه؟ ابو اذن كبيره. ده بياخد الكلام شغال فيها اذاعه رويتر. فهنا احنا نركز جامد، يعني مثلا هنا ده علشان يأكد لأمه إن الكلام بتاعها حلو عليه، هيقول إيه يا ماما أنا خليكي معايا على التليفون وأنا هطلع دلوقتي بدون ما أي حاجة وبدون أي شيء، وشوفيني لو عايزاني أصور لك فيديو كمان ويطلع ويسجل لمراته إن هي بتحب حماتها ولا لأ. هنا بقى هنا هو عايزها تصدق إن هي مش مصدقة كلامه، لأ ده أنا هثبت لك أهو، يعني كمان هتثبت لي واقول لك اثبت لك فيديو كمان مباشر. شوفوا بتوصل لدرجه ايه الاذن الكبيره القوي دي. لكن الحمد لله الاذن الكبيره دي مش موجوده في الوجه الجميل ده، الاذن اللي هنا اذن عاديه خالص، لا عاليه ولا واطيه ولا منخفضه ولا شخص عنده اي عيوب. يعني الشخص ده شخص كويس، الاذن عنده مظبوطه. طيب احنا بنتكلم لو هي كبرت تمام، لكن من سمات الوجه ده ان هو مش كده. لكن لو حصل تغيير والاذن بقت كبيره، او ان الاذن عامله كده، يعني لما تيجي تمسك كشاف وتضربه في وش الشخص هتلاقي ودانه دي مقلوبه كده ومنوره زي اذن الارنب كده منوره تمام. فاصبح لو الضوء جه هنا كده في الاذن وهو واقف قدامك، جربها وانت بتقول له تعالى هصورك مش عارف ايه، عشان بس عايز اقول لك على حاجه. يعني الاذن اللي هي بتنور، يعني انت هتصور صوره كده وهي هتنور في الصوره، وانت بتصور الصوره هتلاقي دول واخدين نفس لون الشكل نفسه، يعني مش مضلمين زي بقيته. مين ده بقى؟ ده شخص ملوش اي علاقه بالقواعد تمام.
يعني الشخص اللي هو اذن صغيره عشان موجوده في الوجه ده كتير، اذن صغيره كده عامله كده وجايه بشكل دائري كده زي ده كده بالظبط، شفت زي الاذن دي كده بالظبط، تمام؟ يعني ايه؟ يعني ملهاش شحمه اذن، يعني هنا مش مفكر ان هو يدور بقى على مشاريع او حاجه زي كده، لا هنا كل همه مصلحته، هنا كل همه مصلحته. يعني الاذن اللي هي معموله كده دي تبص تلاقيها مقلوبه كده، ده ملوش دعوه بالقواعد نهائيا نهائيا. يعني ايه نهائيا؟ يعني هنلاقي عنده هنا العين دي كمان هتلاقيها اتغيرت، عشان هوصلكم لسبب طلاقه دلوقتي. ابو اذن صغيره ده انا هوصلك لسبب طلاقه، هنلاقي عندك الجفن السفلي جاي كده تمام، والعين اهي اصبح ان هنا كده اصبح شكل العين مبقاش مدور، بيجي دايما يرتبط شكل العين ده مع الاذن دي، بيرتبطوا الاثنين مع بعض. وهتلاقي كمان ايه في نفس الشخص، هتلاقي عندك هنا الشفايف نحيفة، الشفايف اللي فوق نحيفة واللي تحت هتلاقيها برضو نحيفة، يعني بس مش نحيفة قوي، تلاقي الشفة اللي فوق دي شبه مش موجودة. من ده لحد دلوقتي احنا قلنا هنا وهنا، هنا بقى ما عندوش مشاعر بأي حد خالص. هو في حاجات تانية احنا ممكن نضيفها بس كده هتودينا في سكة اللي يروح ما يرجعش، فاحنا خلينا كده. هنا الشخص ده ما عندوش العواطف الكافية اللي هو يديها للآخرين. يعني ايه؟ يعني ده ممكن يشتغل نصاب أو حرامي وياخد أي حاجة من أي شخص بدون رحمة. هنلاقي كمان عنده هنا كده، في هنا كده تجويفة في الخد، في نفس الشكل اللي هو بعيون زي دي، هنلاقي تجويفة حتتين دول كده متطبقين كده، كأنه شفط خدود لجوه من هنا ومن هنا، تلاقيها مضغوط عليها داخلة جوه كده عاملة كده، مش اللي هي الغمازة اللي بتظهر هنا ساعة الضحك، لا دي واحدة ودي واحدة تانية هنا كده، هتلاقي دي متطبقة. يعني ايه؟ يعني ما بصعبش عليه حد، يعني هخطف واجري، واللي مش عارف يلحقني يعمل ايه كده ما اعرفهاش، لكن هنا كده بكون غير ملتزم بالقوانين نهائي. فهنا ده هيتطلق ليه بقى؟ سواء راجل او ست هيتطلق لانه غير ملتزم، غير ملتزم. طيب هنلاقي ايه تاني مع الشخص ده؟ هنلاقي مفيش عنده عناد ولا حاجة، يعني ما عندوش قوة إصرار. هنلاقي الدقن من هنا راجع لورا، ليه؟ يعني هنا عايز يخطف ويجري، يعني ما عنديش إصرار إن أنا هاخد أو ما اخدش. يعني مثلا مصطفى معاه 1000 دولار، تمام؟ معاه 1000 دولار، ال 1000 دولار دول هو عايز ياخدهم مني، لكن هو هنا ما عندوش الحتة دي، مش زينا، لا ده دي راجعه لورا قوي، يعني هنلاقي في الشخص ده الحته دي راجعه مع نفس الاذن ده. فهنا ده عايز يسرق ويبني، يهمش ويبني، جت ما جاتش ما يشغلش دماغه خلاص وعدت وكأن ما فيش اي حاجه حصلت. يعني ايه؟ يعني الفلوس معايا او معاه مش فارقه حاجه، هو هنا كده هو مش ملتزم بالقواعد اصلا، يعني ما عندوش اي اصرار ولا عزيمه ولا عقيده ولا دين ولا اي حاجه تربطه بان هو يلتزم بحاجه، يعني لدرجه شغلانته اللي هو نصاب ما التزمش بيها، لا هو هيفكر ويقول لك. وهنلاقي ان هنلاقي بيتربط مع الشخص ده حاجه قد كده صغير قوي. يعني ايه؟ يعني ذكي جدا، ذكي جدا، يعني لو لقى في خطر هيهرب، بقى مش عايز، خلاص خد فلوسك، انا مش عايز لا دولارات ولا اي حاجه، انا كده تمام، خليني ايه، انا بحب الحريه، تمام. اصبح ان هنا لو الحاجب صغير كده ده نصاب وذكي، هنا ذكي، هنا خالي من المشاعر، هنا بعيد عن القواعد والقوانين نهائي، هنا مفيش اي اصرار ولا اي عزيمه، هنا
ما عندوش، سهل جدا يكذب، سهل جدا ان هو يغدر اي حاجه من الكلام ده كله. هتلاقي برضو بيتربط معاها الشفه اللي هنا دي، احنا شرحناها قبل كده في بتاعه النصاب. يعني الشخص ده لو هو متجوز ممكن يسيب علاقه ليه؟ لان هو ما عندوش اي حاجه اصلا، ما عندوش حاجه يبكي عليها، مش ملتزم باي حاجه. فده ممكن يتجوز النهارده ويكلف ويصرف ويعمل، والصبح يقوم سايبها ومطلقها ويسيبها ويخلع. لو هي مثلا عندها ده بقى مش هيتجوز واحده بنت ناس، ده هيتجوز واحده مثلا كبيره في السن، عجوزه، ملهاش اهل، كلام بنت ليل. يعني ممكن ده يتجوز رقاصه عادي جدا ان هو يتجوزها علشان هي معاها سلسله ذهب وكم اسوره ذهب وحلق كبير وحاجات من دي، ومعاها شغل مثلا كل يوم بتجيب من الشغل مثلا مبلغ محترم، فاكيد هي محوشه مبلغ، فهو هيحبها ويمثل الدور عليها. الشخص ده هيمثل كل حاجه ان هو كذا وكذا وكذا وكذا، وهيجي يتجوزها وياخد كل اللي معاها، ويقوم جاي عشان برضه ايه يبقى راجل امين، ما يبصش حاجه بحاجه، ويقوم جاي ماسك ورقه جواز بتاعتهم او العرفي او الكلام ده كله، ويطلق وفضل الليله عشان يبقى احنا كده ايه خلصنا من بعض. روح انت بقى عايز تتجوزي ما تتجوزيش. طبعا كلنا بنقابل الاشخاص دي وبنسمع حكاياتهم كتير جدا. مفيش واحد ما سمعش حكايات اللي احنا بنتكلم عليها، فاصبح ده كده نستبعده خالص من العلاقات، اي واحد من الناس دي. طب هنا كده الحاجب ده صغير يبقى ذكي. طب لو الحاجب ده جه وبقى مستقيم، مستقيم وقصير كده، اصبح ان الشخص ده كمان شاذ. ده اصبح شخص شاذ، يعني ما ينفعش، هيتطلق بسبب ان هو بخون مراته مع واحد صاحبه. يعني سهل ان هو يسيبها له، سهل ان هو يسيب مراته لصاحبه الشخص ده. فهنا ده لا يؤتمن هو كمان، فبالتالي لازم ان احنا نبعد عن الشخص ده اصلا. اوعى حد يرتبط بواحد فيه الصفات دي، الصفات دي. شخص مجرم، شخص شاذ، شخص بتاع مصلحته، شخص لا يعترض بالقواعد ولا القوانين ولا اي كلام ده كله، تمام؟ يبقى كده ايه احنا بقى نيجي نرجع الوش التاني طبيعي. اللي هو الوجه الحنين الجميل العاطفي، او عيون واسعة، او شفاف كبيرة كريم، اللي هو ما بيشيلش اي حاجة من اي حد. طيب الوجه ده حساس، ممكن يتطلق بسبب الحساسية الزايدة. يعني ايه؟ يعني هنا لو جه واحد، قلنا في اول الحلقة خالص ابو شعر خشن، هي حاجات زيه كده، شعر خشن، فك عريض، الوجه المعين اللي هو قليل الادب، اللي هو بيشتم. طيب لو لقينا واحد هنا كده البق بتاعه جاي من اول هنا لحديت هنا، جاي هنا كده بق اهو، بق كبير كده طويل، البق ده ايه؟ البق ده بتاع مصلحته. طب هنلاقي البق ده مربوط بايه؟ هنلاقي البق ده مربوط بحاجه هنا يا عم احنا قلنا عليها بالاول خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي الرقبه الطويله. ها فاكرينها؟ هنلاقي الشفايف دي موجوده مع الرقبه دي. يعني ايه؟ يعني هنا ده لو توفر معاه كمان العين اللي هي كده اللي كانت مرسومه دلوقتي، اللي هي دي كده، الشخص ده عادي جدا ان هو يقتل. عشان هو هنا الرقبه دي عايزه ان هو مفكر ان انا اطول واحد هنا، انا المفروض رقم واحد، لو مفكر نفسه كده. فهنا بيبقى عايز يسيطر عشان يبقى هو الاول. لو واحد زعله ممكن يقتله ليه؟ عشان زعله. ممكن اقل حاجه ممكن ده يقتل علشان حاجة مش مستاهلة أصلا. يعني لو واحد قال له أنت مش راجل إزاي؟ ده رقبتي، شوف أنت مش شايف رقبتي يا ابني قد إيه؟ ده أنا سيد الرجالة، أنت إزاي تقول لي كده؟
هو بس عايز حته ايه شيطان صغير كده يقف على ودنه ويقول له ايه ده شتمك يا معلم، ده قلل منك يا معلم، ده خلى رقبتك قد السمسمه يا معلم، ده خلى نهارك مش معدي يا معلم. هيعمل ايه؟ هيروح يجيب ايه السلاح بتاعه ويجي يرشق السلاح في قلب الواد اللي هو قلل منه، اللي قال له انت مش راجل والكلام ده. طب هنلاقي ايه كمان علشان ان هو يبقى زي ما انا بقول بالظبط؟ هنلاقي الاذن دي جايه كده، تمام، جايه ايه كده، اصبح ان هو جاهز ان هو يسمع الكلام. طب احنا عملنا ده، احنا كنا بنتكلم على الاذن الكبيره دلوقتي، لا الاذن الكبيره اللي كنا بنتكلم عليها كانت اذن كبيره بس، انما ده هنا كده شحمه الاذن بعيده. بعيده يعني ايه؟ يعني لو اهله نفسهم ضايقوه ممكن يقتلهم، تمام. فده كمان ان احنا نبعد عن الشخص ده، لان الشخص ده خطر علينا. كده بنكون وضحنا لكم بعض الاشياء على الوجه الدائري اللي هتسبب له الطلاق. كده بنقول اللي ما عملش اشتراك يشترك في القناه وفعل لنا الجرس ويسيب لنا تعليق تحت ويدعمنا بلايك. التعليق بتاعك مهم جدا لينا، مهم جدا، لان التعليق لما بتعلق بيظهر عند اصدقائك، عند المتابعين اللي هم اللي انت بتتابعهم، بيظهر لاكبر عدد. جوجل بيحطه في محرك البحث في البدايه، فطبعا انا لا في لايك، يعني باخد 10 تعليقات 10 لايكات، فده شويه قوي عليا. فانتوا ادعموني شويه، ادعموني علشان ان انا استمر. شارك الفيديو، عرف صحابك، قول لهم في قناه بتشرح كذا. لو هو استفاد ماشي، كل 10 افراد هيجي منهم واحد، فده شيء جميل. يعني احنا كده وضحنا لكم اسباب طلاق الوجه الدائري، راجل وست، راجل وست. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اللي ما عملش اشتراك اشترك في القناه وفعل الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. يا ريت تدعمونا بلايك وتعليق علشان القناه تظهر اكتر في محرك بحث جوجل. سلام.